ما حكم المعاشات والتأمينات الاجتماعية؟ قرر علماء المسلمين أن التأمينات التي تقوم به جمعيات تعاونية اشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدي لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات أمر مشروع، وهو من التعاون على البر. 2- نظام المعاشات الحكومي وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعي المتبع في بعض الدول ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى، كل هذا من الأعمال الجائزة. وقرر أن التأمين التعاوني والاجتماع ما وما يندرج تحتهما من التأمين الصحي ضد العجز والبطالة والشيخوخ وإصابة العمل وما إليها جائز، وما إليها جائز. أيضا جواز التأمين التعاوني بدلا من التأمين التجاري، من التأمين التعاوني من عقود التبرع الذي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر. فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون التجارة ولا ربح من أموال غيرهم، إنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. 2- خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه، لا في ربا فضل ولا ربا نسيئة النساء، فليست عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط من معاملات ربوية. 3- لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من نفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة، بخلاف التأمين التجاري فهو عقد معاوضة مالية تجارية. 4- قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعا أو مقابل أجرة أو أجر معين. من هنا نعلم أن التأمين التعاوني وتأمين المعاشات والتأمين الصحة من الأمور التي أفتت بها المجامع الفقهية على جوازها، على جوازها.